السي الحسن السادي مؤيد دائما في اطار اسمح لي سي ادريس معارض مؤيد دابا المعارض تفضل في نفس اطار زميلتي الشابه البرلمانيه فيما يتعلق بالموضوع ديال التعليم. اولا لابد نحييكم السيد الوزير السيده الوزيره على الاجراء الاخير اللي قمتوا به فيما يتعلق بالمتعاقدين. هذا الملف اللي ورثناه للاسف الشديد واللي بذلتوا مجهود جبار باش اليوم ان هاد الناس هادو يتدمجوا في اطار النظام الاساسي ويكون عندهم حتى هما يتخلصوا يكون عندهم نيميرو دسوم. هذا اجراء كبير وكنشيدوا به، وكذلك هذه فرصه باش ناكدوا على ان السيد الوزير السي شاكب بن موسى قام بمعية الحكومة بعمل جبار من أجل إصلاح المنظومة ديال التربية والتكوين في بلادنا، وجابت الحكومة واحد الاستراتيجية اللي هي واعدة اللي الغاية ديالها هي التجويد ديال القطاع ديال التعليم. وغادي تنجح الحكومة في ربح هاد الرهان كيفما نجحت في ربح هاد الرهانات الأخرى، وغادي يخيب الظن ديال جميع الجهات كيفما بغات تكون اللي كتراهن على هذا الملف هذا باش تزجج الشارع، وباش ان الخاسر الكبير في الاخر غادي يكون هو التلميذ هو الاسره، وهذا الشيء ما بغيناش. وهذه فرصه باش نشيدوا بالقرار ديال السيد رئيس الحكومه يوم امس في اجتماع الاغلبيه واللي كان فيه الاعلان على دعوه للحوار مع النقابات الجاده اللي النقابات اللي كتمثل رجال نساء ورجال التعليم. وهذه فرصه من اجل تجويد هذا النظام الاساسي، من اجل الاستجابه الى المطالب المشروعه اللي معقوله ديال النساء ورجال التعليم، وباش يخيب ظن اي واحد كيراهن على ان هذا الملف هذا غادي يشكل احراج للحكومه.